سلام احبابي، كديرين؟ لاباس عليكم؟ صحتكم بخير؟ نتمنى تكونوا باحسن الاحوال يا رب. كيفكم حبايبي؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله تكونوا بخير وصحه وسلامه يا رب، والله يديم الصحه علينا وعلى الجميع يا رب. فيديو اليوم سويناه انا ونواره عشان نوصل فكره للناس، مش فكره، نوصل توعيه للناس بهالفيديو هذا اللي صورناه. احنا يعني بنعيش في ظروف، يعني الناس كلها بتعيش، العالم كله بيعيش في ظروف صعبه، يعني هذا خصوصا بهالفتره هاي الناس كل شيء خايف والناس يعني بغينا ياخذوا الفيديو بجديه، يعني لان الامر غادي يعني يتطور نهار بعد نهار. لهذا احنا سوينا هذا الفيديو، صوبنا الفيديو اليوم، صوبنا على طريقتنا الخاصه، احنا سوينا فيديو تمثيلي بس هو في عبره، في توعيه للناس، بتمنى توصل هالفكره للناس من خلال هالفيديو التمثيلي هذا اللي سويناه، وبتمنى تشوفوه من اوله لاخره عشان توصل الفكره، توصل التوعيه صح يعني. وبس شوفوا الفيديو واحكموا انتم، بس خليكم معنا. يضايق نفسي، بدي اطلع برا شوي. فين طالع برا؟ بدي اطلع اغير، بس غير جو في... بس لا تعال نفسي والله ما قادر في هالحاله، ما لازم تطلع هلا. ماشي، ليش؟ لانك في الحاله يمكن انت يكون معك لا قدر الله فيروس هذا، لا شكل خطر للاخرين. لا تعال مش خرج. لازم نكون بيد وحدة باش نقدروا نتخلصوا ونسيطروا على هذا الوباء. الدولة تساعدنا يعني سدت جميع الأماكن، يعني مساجد، مدارس، الأماكن الترفيهية باش تعاوننا احنا، وحنا خاصنا نعاونوا روسنا ونعاونوا الدولة ونعاونوا المجتمع، ماشي تخرج باش انت ما تعرف دابا شنو فيك وتخرج برا. الإنسان راه خاصو يكون في الأمور مسؤول، يعني هذا وباء ماشي سهل، وباء كيشكل خطر للعالم كله، يعني احنا لازم نكون قد المسؤوليه. انت بهالتهور ديالك تقدر تأذي الناس بزاف، وانت ما عارفش راسك واش مريض ولا ماشي مريض. احنا خاصنا الوقايه اهم من العلاج، نمشيو نشوفوا المشفى شنو فيك ونرجعوا، ما كاين باس. انا كندوي معاك، تعال يمكن تسمعش الخطر. انت اذا انت مصر بقول لك كلمه اخيره قبل ما تنزل. تخيل معي انك نزلتي وتقابل امك او اهلك، انت لا قدر الله او سمح الله انك مريض، حتبقى لهم العدوى فورا، وانت بتعرف العدوى تشكل خطر كبير
على الناس الكبار في العمر. تخيل ان الناس والمجتمع كلهم اهلك حتى الغداء والنوم. تخيل ان الناس والمجتمع كلهم اهلك حتى الغداء والنوم. تخيل ان الناس والمجتمع كلهم اهلك حتى الغداء والنوم. أبي شو معنا هذا الفيديو؟ عبارة على فيلم قصير توعوي للناس. أنا نصيحة من الناس هو الفيديو وصل رسالة أن أي واحد بان عليه عوارض المرض الكحبة والسخان ولا شي حاجة يروح أقرب مشفى باش يحمي الوليدات دياله والعائلة دياله والمجتمع، وباش يتساعد وتعاون مع الدولة، لأن الدولة تالية لا انتشر لا قدر الله المرض مع الدولة ما تدير لنا. لأن شوف انسان، احنا في بلادنا شحال 40 مليون ما شاء الله، 40 مليون نسمة. تخيلوا معايا واش كاين المشافي، كاين البلايص، كاين الادويه الكافيه، كاين راه تولي كارثه. لهذا فاحنا باش نحدوا من الوباء غنديروا الاحتياطات اللازمه، اننا نشدوا الدار نجلسوا فيها ما نخرجوش الا اللوازم يعني الضروريه. مثلا نجيبوا شي حاجه خاصانا ماشي غير نخرجوا هكذاك. والوليدات ما شدهم في الدار ما نخليهمش يمشيو يلعبوا هنا، كتعرفوا خاصك يعني اي حاجه قاسوه الوليدات يقدروا يجيبوا لك الدار. يعني خاصكم تكونوا منتبهين لهاد الامور، لان هاد الوباء نوضعوا ليه واحد الحد، وكل راعي مسؤول على رعيته. يعني كل وحده ام في الدار مسؤوله على وليداتها، ومسؤول راجل مسؤول على وليداته. يعني احنا من شويه بشويه نقول لا، واحد يقول لواحد لا ما نخرجوش وما كاينلاش نخرجوا، نجلسوا في الدار حفاظا على سلامه الوليدات ديالنا وسلامه الغير. هلا نحن ما عملنا هذا الفيديو عشان نخوف الناس ولا هي، شوفوا بس يعني الواحد ياخذ احتياطاته، يعقم بيته، يعقم فين في يشتغل وفين من راح، مثلا يخلي التعقيم مثلا معاكم في شو بيقولوا في جيبتكم، فين من رحتوا بدكم تاكلوا بدكم تسووا اي شيء، لازم تغسلوا ايديكم بصابون بالهي. يعني بصراحه المرض جدا خطير، يعني ما في ناس كثير، طبعا بعض الدول استهزأت في هالموضوع، واكيد انتم عارفين الدول اللي استهزأت في هالموضوع هذا انتشر عندهم بشكل فظيع يعني، وصعب السيطره عليه. لذلك المرض بعده لسه باول ما انتشر عندنا في الدول العربيه مثل بعض الدول اوروبا ولا الصين، ولا مثل ما عارفين خلينا نحن نتحكم بالفيروس، ما هو الفيروس هو اللي يتحكم فينا. ان شاء الله ان شاء الله بقدره الله سبحانه وتعالى، ان شاء الله ان شاء الله غنتغلبوا على هذه لا مرحله وكتعدي في الحياه، والانسان كيراجع حساباته. يمكن تكون هذه قرصه ودن كما كنقولوا، لان الانسان ضعيف جدا قدام الامور. سبحان الله سبحانك يا الله. ونتمنى وندعي، وكل شيء يدعي ويطلب الله يحيد لنا الوباء، حيث الله سبحانه وتعالى هو اللي قادر يحيد لنا الوباء. ولكن حنا الاحتياطات ديالنا نديروها، لازم الاحتياطات. هذه الرساله، ان الاحتياط واجب. وبغيت غير نقول ننصح بان كما كيقولوا تغسلوا ايديكم، الخضره اللي جبتوها تغسلوها، التجمعات يعني بلاش التجمعات يعني بصراحه هي اللي تشكل اكثر خطر، اكثر شيء الناس اللي عم تتجمع. يعني بيكون يعني واحد من هالتجمعات مريض ممكن يعدي بلد كامل. يعني انتم مو عارفين جد قوه هالفيروس هذا اللي دخل علينا، وان شاء الله بنعدي هالمرحله على خير. بس انتم ادعوا الله سبحانه وتعالى انه يعديه على خير. كل واحد يتمنى يشوف والدي في احسن الاحوال. احنا كلنا متغربين، والوباء ما خلات بلاصه ما خلات دوله، يعني كلنا متعرضين ليه، وحنا خايفين على والدينا بزاف. لهذا فاحنا كنطلبوا الله سبحانه وتعالى ينزل علينا رحمته يا ربي. ولان اش نقول لكم، لان صعيب انك الوالدين، خصوصا الوالدين ناس كما قلت لكم كبار في السن، وكيكون عنده تاثير اكثر. لهذا يا ربي يعني تحيد علينا هذا الوباء وتنزل علينا رحمتك يا ربي. المهم انسان كل شيء يدعي، ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله يجي الفرج.
ان شاء الله يا رب. وبس حبايبي، هذا هو الفيديو لليوم. مثل ما شفتوا الفيديو على فكره ما جاش هكذا بالسهل. الفيديو جات الفكره اول حاجه، ومن بعد عاد يعني كيفاش غنديروا السيناريو، كيفاش يعني تخاد منه واحد الطلب منه واحد الوقت باش يلا كملنا داك الفيديو. واخا كتشوفوا قصير راه خدمته ما شاء الله. المهم نتمنى يكون الفيديو وصل الرساله اكثر من الهضره ديالنا حنا، ونتمنى تاخذوا كلشي الاحتياطات، والله سبحانه وتعالى رحمته واسعه 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 كبيره. هذا اكيد حبايبي. واخر طلب بتمنى منكم حبايبي اللي شاف الفيديو، بتمنى انكم تنشروا عشان تعم الفائده للجميع والتوعيه للجميع. بس بتمنى هالشيء هذا. وبس حبايبي، وصلنا معكم حبايبي نهايه الفيديو، وان شاء الله استنونا فيديو قادم باذن الله. ومع السلامه حبايبي، باي باي. على خير، باي باي.